بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حقيقة عندما نتكلم عن دولة بحجم جمهورية السودان الشقيقة، فنحن نتكلم عن دولة ذات أهمية كبرى للمملكة العربية السعودية وللعالم العربي. السودان هو عمق استراتيجي للمشرق العربي. السودان حقيقة يتمتع بامتيازات وبثروات وبقوة بشرية، طاقة بشرية كبيرة جدا. مواصفات الإنسان السوداني حقيقة تختلف عن غيره من الشعوب. هذا المواطن حقيقة يتصف بالأمانة، يتصف بالاستقامة، يتصف بحسن الخلق، يتصف حقيقة بالولاء. هذا الذي حقيقة جعل الشعب السوداني قريب جدا إلى الشعب السعودي قبل أن تكون حكومة السودان مع حكومة المملكة العربية السعودية. هناك قوة في الروابط الاجتماعية، رغم أنه يفصل بيننا البحر الأحمر، إلا أن العلاقات دائما، أقصد الاجتماعية، دائما بين الشعبين دافئة وفي أحسن حالاتها. يعني